السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم نجمة عرفان، مدونة الطريق للنجاح. مرحبا بكم في أول بارتي من موديول ليجيسلاسيون دو ترافاي بعنوان قانون الشغل أو لو دووا دو ترافاي. والإشارة فقط، هذا الموديول مشترك ما بين شعبة الجيني سيفيل، شعبة لي كونديكتور دو ترافو، شعبة لي شيف دو شونتي، وشعبة لي توبوغرافي. نبدأ على بركة الله في هذا الدرس. أول سؤال من الأسئلة اللي ممكن يتحط في الأو اف ام أو لا في ليكزامان دو فان داني هو لا ديفينيسيون ديال لو دووا دو ترافاي. وكما هو مبين لكم في الفيديو باللغة الفرنسية، لو دووا دو ترافاي هو مجموعة من القواعد القانونية مطبقة على العلاقات الفردية والجماعية المهنية بين كل من الأجير والمستأجر. في هذا الفيديو أنا تعمدت ندير لي تراديكسيون باش ندربوا على الكلمات والمصطلحات لكي يستخدموها في القانون المهني. اللي بغى هاد لي تراديكسيون يوقف الفيديو باش يكتبهم، او لا تابوناو معايا في لاشين ديالي باش يوصلكم لي تراديكسيون لي كور و لي ريزومي ديال لي كور في البواط ايميل ديالكم. ثانيا، لي سور دو ترافايور او لا انواع العمال، وكنميزو نوعين من العمال، لي ترافايور انديبوندون ou les travailleurs au service d'autrui. Les travailleurs indépendants هما les travailleurs اللي كيخدموا لي حسابهم الخاص، بحال لي ميدسان، الاطباء، لي زافوكا، المحامين، لي زارتيست، الفنانة. وهذا النوع كتحكمهم قوانين اخرى غير قانون الشغل. بينما les travailleurs au service d'autrui هما العمال اللي كيشتغلوا تحت امرة الاخرين، بحال لي تكنيسيان ولي تكنيسيان سبيسياليزي. ثالثا، histoire du droit du travail marocain أو لا تاريخ قانون المغربي للشغل. كان أول تدخل للدولة بين الأجير والمستأجر سنة 1913، تلتها نصوص هامة بخصوص حوادث الشغل accident du travail، repos hebdomadaire الراحة الأسبوعية، congé payé السالير مينيموم، ومدة العمل لا دور دو ترافاي. منذ الاستقلال بدأ ظهور ظاهر بخصوص النقابات العمالية، لي سانديكا بروفيسيونيل، الخدمات الصحية سيرفيس ميديكو، السلامة الاجتماعية، التعويضات والاقتطاعات، وكذلك قوانين الشغل في القطاع الفلاحي. يوم 11 سبتمبر 2003 ظهر قانون رقم 6599 اللي غادي نهضروا عليه في هذا الموديول ان شاء الله. هذا القانون وقع عليه بعض التعديلات يوم 9 ماي من سنة 2004، وهاد التعديلات حتى هي غنهضروا عليها ان شاء الله في هذا الموديول. رابعا، لوبجي دو دووا دو ترافاي ماروكان، هدف قانون الشغل. هدف قانون الشغل هو حماية العمال، pour but de protéger les travailleurs، pour but de améliorer les conditions de travail des salariés، لأجل تحسين ظروف العمل بالنسبة للعمال. بالنسبة لكاركتير ديال قانون الشغل فهما خاصيتان فقط. الأولى أن هذا القانون قانون شاب دوا جون، وهذا الشيء حيت بداية العمل بهذا القانون حديثة، بحيث ظهر هذا القانون يوم 11 سبتمبر سنة 2003، وهو كذلك قانون مستقل على القانون المدني. إلى إضافة إلى ذلك، مجال التطبيق دياله مازال غير مؤكد، وبرنامج العقوبات الخاصة به لا تزال غير ممتازة. وثاني خاصية هي أن هذا القانون غير ثابت، وذلك لأنه يتماشى مع حسب الفئات المهنية، حسب عائدات التكلفة الإنتاجية والتطور الاقتصادي للبلاد. هذه الكلمات مهمة جدا تكون عارفها، لذلك وقفوا الفيديو واكتبوهم. وبهذا نختم درسنا اليوم. ما تنساوناش من الدعاء ديالكم، وباش يوصلكم دروس جديده المرجو الضغط على ايقونه صابوني اسفل الفيديو.